وزارة الداخلية قررت مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لحد يوم 15 فبراير، وده بسبب إقبال المواطنين على المبادرة اللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، وده بيكون بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية. طفرة كبيرة شهدتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 21 التي تتواصل فعاليتها بانضمام مؤسسات وكيانات صناعية جديدة بمنتجاتها من الأجهزة الكهربائية والملابس التي تطرحها في إطار المبادرة بتخفيضات كبيرة يستفيد منها المواطنون في تدبير احتياجاتهم من تلك النوعية من السلع. أغلبية المنتجات كلها اللي موجودة هي مشاركة في المبادرة، والخصومات كلها واضحة وظاهرة على الإنتاج قصاد العميل، عارف السعر قبل وعارف السعر بعده، والناس متابعة المنتجات بتاعتنا بشكل كبير في السوق، فاحنا بنبقى سعداء جدا ان احنا موجودين في السوق من خلال المبادرة دي. يا جهودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح. صراحة احنا استغلنا فترة المبادرة دي، وهي حاجة ناجحة جدا ان احنا يعني لبت كل احتياجاتنا اللي احنا كنا في احتياج ليها او في ان احنا في انتظار ان احنا نشتريها وكده، وهي مبادرة ناجحة جدا وجاية في توقيت كويس جدا يعني، فبنشكر سيادة الرئيس عليها. المبادرة الرئيسية كملت المنظومة زي ما بيقولوا، ان قدرت توفر للمستهلك جودة محترمة بسعر كويس. انا بشكر سيادة الرئيس جدا عليها بصراحة. بشكر الرئيس، بيخلينا ناخد حاجات كويسة وحاجات اسعارها حلوة واحنا مبسوطين بيها يعني. المبادرة التي قررت وزارة الداخلية مد فعاليتها حتى 15 من الشهر الجاري ساهمت في تخفيض الأسعار على السلع المتنوعة بنسبة تصل إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية والمحال والشركات المشاركة فيها، والتي تم تحديد أسمائها وعناوينها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل على المواطنين الوصول إليها. التخفيضات التي حققتها مبادرة كلنا واحد في الأسعار أدت إلى رواج في عمليات البيع والشراء بعد إقبال المواطنين على تلبية احتياجاتهم في إطارها، حيث أشادوا بجهود دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. عندنا كل الأسعار وكل المميزات موجودة، الجودة عالية جدا، أسعار في متناول الجميع، يخلي أي واحد يتشجع أنه ينزل ويبادر بالشراء اللي هو عاوزه. مبادرة محترمة يعني، وبتوفر لنا كتير كشباب يعني، بننزل نشتري اللبس يعني مبادرة جت في وقتها بصراحة. شوادر ومنافس ثابتة ومتحركة في إطار المبادرة في جميع المحافظات ضمت كافة السلع وبذات التخفيضات المعلن عنها، وذلك من خلال تنسيق مديريات الأمن مع كبار التجار بنطاقها. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. جودة عالية في المطروح من السلع بتخفيضات كبيرة تؤكد معها مدى فعالية مبادرة كلنا واحد ونجاحها في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتؤكد على الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تصل إلى مرحلتها 21 لتؤكد أنها المبادرة الاجتماعية الأهم التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع المتنوعة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.